عندهم برد، عندهم برد وعضوا البرد. بس الحمد لله حاجة خفيفة، حاجة خفيفة، لو أهملناها هتبقى مشكلة كبيرة. فإحنا هنعمل بقى، هنعالجهم مع بعض دلوقتي عملي قدام حضراتكم. يا اخويا انا الدجاج التسويق تاخده منك بسم الله ما شاء الله عليه. الاول العشرة عشرة، والبط بسم الله ما شاء الله عليك احلى حاجه من عندك بصراحه من الدكتور. وانا كنت طلبت منك الرومي والباقي ما لحقتش، هتحجز لي يوم الاربعاء ان شاء الله؟ يوم الاربعاء. طيب انا الفراخ التسمين كان بدا يعطس، هات لهم دوكسي 40%. اسم الدواء تاني عشان الناس تعرفه. دوكسي 40%. دوكسي 40%. الجرعه هتحط من 3 ل 5 ايام معلقه شاي مساح كده على لتر، على 2 لتر ميه. معلقه شاي ممسوحه على 2 لتر ميه لمده 3 ايام. من 3 ل 5 ايام. هنعالجهم مع بعض دلوقتي عملي قدام حضراتكم. الاول بس ناخدوا الزباين الجمال دول ونرجعوا بيتهم تاني. بسم الله. طيب لحظه معايا بقى، ان السقايه بتاعتي كلها بس هنحطهم كده الاول. تبعيني يا شيخ. السقايات بتاعتي انا سايبها من حوالي ساعه فاضيه تماما، جافه ما فيهاش اي ميه نهائي، مفيش ميه شرب نهائي للدواجن ولا للبط. تمام، معطشهم من حوالي ساعه مع بعض بقى نشوف هنعمل ايه. ومن شروط التربية الناجحة والمربي الناجح أن يكون قوي الملاحظة، فيلاحظ أي تغيير على الدواجن ويقوم بعلاج الأعراض فورا قبل تفاقم الحالة. وفور ظهور الأعراض على الطيور وقبل تفاقم الحالة بقوم باستخدام البصل والليمون وفصوص الثوم والكركم. فالبصل والليمون والثوم من المواد اللي بترفع من قوة جهاز المناعة وبتجعل الطائر قادر على مقاومة أي مرض. أما بالنسبة للكركم فيقوم من جهاز المناعة وبيزود عمليات الهضم وبالتالي زيادة استهلاك العلف، كما أنه مادة حافظة قوية جدا بتخلي المحلول بتاعي يستمر فترة أطول وبالتالي يستطيع الطائر استهلاكه مدة أطول. كما أن من خصائص الكركم أنه يقضي على البكتيريا الضارة ويزيد من عمل البكتيريا النافعة في أمعاء الطيور. بقوم بخلط جميع هذه المكونات مع بعض في الخلاط، ثم بضيفها لمياه الشرب لمدة 3 أيام متواصلة، ثم بقوم بتقديم مياه نقية نظيفة لمدة 3 أيام، ثم أعود تاني وأكرر نفس هذه الخلطة لمدة 3 أيام، وألاحظ في هذه الحالة اختفاء المرض بإذن الله تعالى وإقبال الطيور على العلف. أما في حالة نزلات البرد القوية وفي حالة تفاقم المرض فلا بد من استخدام الأدوية الكيميائية، وأفضل دواء هو الدواء اللي احنا ذكرناه في مقدمة الفيديو. المعلومة اللي هقولها لكم دلوقتي هي معلومة قيمة جدا وبيغفل عنها معظم المربين، إن أنا دايما لما بستخدم مياه الشرب الطبيعية اللي بتيجي من السنبورة ومن الحنفية بيبقى فيها مادة الكلور، ومادة الكلور دي مادة بتتفاعل مع معظم أنواع الأدوية. فيجب علي ان اسيب الميه واترك الميه بتاعتي لمده 48 ساعه قبل الاستخدام. في حاله اني بضيف اي ادويه دي لابد من ان انا اعمل كده، ان اسيب ميه الشرب بتاعتي اللي بستخدمها من الصنبور او من الحنفيه لمده 48 ساعه حتى يتطهر الكلور، لان الكلور ده ماده خطيره جدا، ماده نشطه، ماده شديده التفاعل. لو انا ضفت ميه الشرب الطبيعيه بتاعتي مباشره من الصنبور الى الادويه بتاعتي، الكلور بيتفاعل مع الدواء وبيغير تركيبته الكيميائيه. الكارثه بقى الاكبر لو انا هحط في الميه ديت ايه؟ لو هحط فيها تطعيم. لو حط فيها تطعيم زي مثلا تطعيم الاي بي او النيوكاسل. تطعيمة الاي بي او نيوكاسل بيبقى فيروس ضعيف او فيروس ميت. لما بحط التطعيمة مع مية شرب فيها كلور انا كده بقضي على التطعيمة بتاعتي وبقضي على التحصينة بتاعتي نهائيا وبمنع عنها الفايدة. في مربين بيشتكوا كتير قوي يقول لك بحط التحصينة وما جابتش نتيجة، ده بسبب ان المية اللي انت حاططها انت ما سبتهاش 48 ساعة حتى تطهر الكلور اللي فيها. بعد ما سبتها 48 ساعة وتطهر الكلور بتاعي هم عطشانين جامد، وابدا احط البصل بالليمون بالكركم اللي انا ايه ضفته في الاول. وزي ما قلنا قبل كده الكركم يعتبر ماده معقمه وماده حافظه عشان تحفظ لي المكونات بتاعتي فتره طويله بدون فساد. تعال بتفرج على الدجاج اول، طبعا هشوف الميه هيجري يشرب عليه، هو ما بيحبش طبعا الطعم ده، طعم بالنسبه له طعم مش كويس، بس عشان شده العطش هيبتدي يشرب غصب عنه.
مجرد اول واحد ما يشرب بتاعه كله حيات هيبدأ بقى يتحرك. نفس الكلام بقى اعمله مع البط، نفس الكلام ده انا هعمله مع البط. يلا اشرب يا بطوط. طيب الشيء الهام جدا اللي هستخدمه في علاج الصوت ده بالنسبه للدوجن بتاعتي وبالنسبه للبط الصغير بتاعي، البط الصغير فعلا بدا يشرب. اما الجزء الثاني من العلاج والجزء الذي لا يقل اهميه في العلاجات الطبيعيه لجميع انواع الامراض في الدواجن بتاعتي هو استخدام المواد الخضراء واستخدام الخضار في تغذيه الدواجن. استخدام الخضار في تغذيه الدواجن بيديهم قوه وبيديهم مناعه وبيديهم فيتامينات مش موجوده اصلا في الاعلاف، كمان بيديهم نسبه حديد عاليه ونسبه الحديد بتقوي بتخلي عندهم مقاومه الامراض مقاومه كبيره جدا. ومعظم المربين بيخطئهم اذ يعتقدوا ان دجاج التسمين الابيض ما بياكلش الخضار. دجاج التسمين الابيض زيه زي اي نوع من الدجاج بياكل جميع انواع المأكولات، الا ان الفرق بينه وبين الدجاج العادي ان نسبه التحويل بتاعته اعلى. هقطع الخضار بتاعه واهتم كتير قوي بالاوراق اكتر من السقام، لان معظم الغذاء بيبقى موجود في الايه؟ في الاوراق. هقطع لهم قطع صغيره وهكون حريص انها تكون قطع صغيره جدا. واحطها في المعلقه بتاعتها. يبداوا ياكلوها. فالبط ده حبيب الخضار، ده بقى بيحب الخضار جدا. وبقيه العروق دي بقى مش هنرميها، بقيه العروق دي هندوهم لهايدي ومسعده وابو فجله و وهريد. كده انتهت الوجبه بتاعت النهارده بالنسبه لزياده المناعه للدجاج بتاعي بالنسبه لمرض البرد اللي من اعراضه اللي بلاقي الفراخ بتاعتي بتعطس لكنها بتاكل بصوره جيده جدا. اما في امراض ثانيه اخرى احنا بنتكلم عليها بعدين. يبقى النهارده اتكلمنا عن اهميه المضادات الحيويه الطبيعيه زي الليمون والبصل والكركم، واتكلمنا عن اهميه ان الدجاج بتاعتي تاكل نسبه من الخضار ضروري جدا كل يوم، وانا بفضل الخضار المزروع على السطح لان الخضار المزروع على السطح بيروى بميه نظيفه جدا بلا نستخدم فيه اي نوع من انواع المواد الكيميائيه. ويلا بينا نحط بقيه الخضار لايه؟ للارانب. اهلا 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 اهلا. انت خد يابا. نعرف نصوروا الحمامة الرائع ده من هنا؟ تعرفي؟ الذكر هو اللي كان رائد. يلا بينا عشان هو قلق وساب البيض. يلا بينا. اليوم الثاني من اعطاء العلاج اللي هو البصل والليمون، هلاحظ ان الكحه اختفت تماما، مفيش كحه خالص، اصواتهم عاديه جدا وطبيعيه. الليمون بالبصل بالكركم بنسبه بسيطه علاج سحري لرفع المناعه. يبقى هندوا النهارده الجرعه الثانيه، هتخلص ولازم اتخلص من الاولانيه. هتخلص من دي وابدا احط لهم الجرعه الثانيه. وزي ما قلنا امبارح ما بديش المايه من الحنفيه مباشره عشان الكلور، يبقى انا ساب المايه ديت بايته من امبارح من 24 ساعه انا مبيتها عشان تخلص من الكلور نهائيا. ادي الجرعه الثانيه من العلاج. البط الحمد لله انا سامع صوت البط النهارده، صوته جميل جدا مفيش اي صوت نهائي.
وهنلاحظوا كمان ان العلف بتاعهم يعني نسبة استهلاك العلف زادت بشكل كبير جدا. امبارح انا كنت ماليها على اخرها، نسبة استهلاك العلف زادت بشكل كبير. نفسهم بدأت تتفتح عليها. نتيجة ان بدأ يبقى فيه اقبال على الاكل. وبيعمل لهم عملية فتح شهية. الكركم من اقوى فاتح شهية للدواجن. شوف بقى البط الجميل بتاعنا الزغلول الصغننة شربوا معظم المية. استهلك المياه بكميات كبيره جدا، ونلاحظوا كمان انه كل الخضار الموجود في الارض. وهنرجع بعد ما نخلص من المياه دي ونحط لهم المياه دي. بسم الله ما شاء الله عليكم، بسم الله ما شاء الله عليكم، في الهروب مالكوش حل. تعالى. عفاريت مع عفراتيل. لاحظوا كمان النهارده بسم الله ما شاء الله الوزن زايد، الحجم كبير، كبر بسم الله ما شاء الله عليهم. بيهربوا بيهربوا بطريقه عجيبه، انا مش عارف بيهربوا منين. سد كل الفتحات كل يوم ومفيش فايده. وفي نهايه الفيديو لكل محبي تربيه الحمام، وانا عارف ان انتوا بتحبوني وبتحبوا لي الخير، عندي لكم مفاجاه جميله هنشوفها مع بعض الفيديو القادم. وبرضه ما تنسوش قناه وفر في بيتك منوعات ثلاثه، وما تنسوش دعم قناتنا وفر في بيتك منوعات بالدعم والاشتراك حتى نستمر في ظل الظروف الصعبه اللي بيمر بها اليوتيوب. قناه وفر في بيتك منوعات ثلاثه خاصه بالمقاطع القصيره وكواليس الفيديوهات. يا ريت تكتبوا لي رايكم في التعليقات في القناتين، لان فعلا تعليقاتكم وارائكم بتفيدني كتير جدا وبتلهمني افكار جديده لفيديوهات جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.